بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا نشكر الحضور الكريم لإتاحة الفرصة لشرح معاناة إخوانكم في تركستان الشرقية التي تسميها الصين سينكيانغ أو شينجيانغ، وهي محتلة منذ 1949. بحاول أن أوجز الموضوع. في الحقيقة اليوم وصلنا الفجر، كنا في زيارة لمجلس الأمة الكويتي لنقوم بواجب الشكر لوقوف الأعضاء المحترمين مع إخوانهم المسلمين في تركستان الشرقية. بالاختصار، تركستان الشرقية تقع في قلب آسيا، وهي موطن الشعب الأيغوري. الشعب الأيغوري قبيلة من قبائل الأتراك في آسيا الوسطى. تركستان تقع في وسط آسيا وتحدها في حدود 10 دول، منطقة استراتيجية مهمة جدا، منها هذه الدول. دخل الإسلام في تركستان الشرقية في حوالي القرن الأول الهجري، ثم استقر أو توطد الإسلام في القرن الثالث الهجري باعتناق سلطان تركستان الشرقية اسمه سطوق بوغراخان. مساحة تركستان الشرقية في حدود 1,825,000 كيلومتر مربع، يعني في حدود 60% أو 60 أضعاف مساحة فلسطين يعتبر، أو 3 أضعاف مساحة فرنسا هذه المنطقة. وهي جزء من العالم الإسلامي، وكان منارا للعلم والحضارة، كان فيها علماء أجلاء مثل الإمام البخاري والترمذي وغيره. يعني هذه مناطق شاسعة وجميلة كما ترونها في هذه الصور، فيها 4 قارات، 4 فصول، فيها صيف وشتاء وخريف واضح. هذه سكان إقليم تركستان الشرقية من أبناء قومية الأويغور، يمثلون في حدود 70% هم أويغور، وفي هناك قوميات أخرى مثل القزاق والهوي. الهوي مسلمون الصينيون الأصل، وهم يعتبر مستوطنين في تركستان الشرقية، وهم ومنهم القرغيز وغيره من القوميات. وهذا ذكرنا سابقا، وهذا جامع إيدكاه، أشهر مساجد تركستان. تقريبا تاريخ المسجد أكثر من 600 عام. هذه الصورة مأخوذة قبل يمكن 10 سنوات. الآن هذا المنظر ممنوع نهائيا. العدد بالنسبة لعدد تركستان الشرقية حسب الإحصاء الصيني 11 مليون، لكن الإحصاء تركستانية أو محايدة ما بين 30 إلى 35 مليون مسلم. وهناك كانت دول تأسست في تركستان على مر التاريخ، منها الإمبراطورية الهون، كوكتورك، الدولة الأويغورية، القرخانية، السعيدية، الدولة الكاشغرية. هي كلها كانت دول مستقلة تماما، لكن الاحتلال الصيني بدأ عام 1878 لغاية 1911، كان الاحتلال المنشوري. المنشور قومية في الصين كانت حاكمة على الصين. الآن تقريبا المنشور بعد الاحتلال الشيوعي، قومية المنشور انقرضت في الصين، لا توجد قومية المنشورية إلا نادرا. المرحلة الثانية مرحلة الجنرالات الصينيين مثل شينغ شي ساي وغيرها من الصينيين قبل الاحتلال الشيوعي. ممكن نتجاوز هنا صورة قديمة، ندخل في التاريخ الجديد. يعني في كان هناك محاولات صينية لاحتلال تركستان، وكان هناك مقاومة مستمرة، فآخر المقاومات أدت إلى إعلان جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية. هي أول جمهورية أعلنت في وسط آسيا
بعد سقوط الخلافة العثمانية كانت 1933 واستمرت إلى 34 حوالي سنة. كان شعار الدولة الإسلامية آنذاك إسلامية أزادية، أزادية معنى الحرية، العدالة والأخوة. فهذه الدولة أسقطت بتعاون روسي صيني. ثم بعد 10 سنوات كانت هناك محاولة لمقاومة الصين، وأعلنت جمهورية باسم جمهورية تركستان الشرقية بدون إسلامية، واستمرت لغاية 6 سنين أو 5 سنوات من 44 إلى 49. وهذه الدولة أسقطت كذلك بتعاون روسي صيني، لأن الاتحاد السوفيتي كانت تحتل الدول الجمهوريات الإسلامية، وهي تركستان الغربية تعتبر. تركستان جزئين، جزء شرقي وغربي. الجزء الغربي الآن تسمى جمهوريات إسلامية مثل قزاقستان وقرغيزيا وطاجكستان وتركمانستان، وهذه الدول كلها تعتبر تركستان الغربية. وإنما تركستان الشرقية هي التي بقيت تحت الاحتلال الصيني. وهذه زعماء جمهوريات احتلت الصين الشيوعية تركستان الشرقية عام 1949، وهذه نبذة بسيطة عنها كما قلنا سابقا. وكان هناك عدة محاولات بعد الاحتلال الصيني الشيوعي للاستقلال، وكان هناك يعني مجازر كبيرة في تركستان حدثت. أنا أتجاوز هذه فبعد موت سيتونغ الزعيم الصيني بدأ هناك انفتاح قليل في تركستان، يعني انفتاح للصين من الصين للعالم الخارجي. وفي نفس الوقت كان هناك تنفس ولو نسبي للمسلمين، لكن منذ بداية الاحتلال كان هناك منع من التعليم الديني خاصة، وتضييق والاضطهاد مستمر من 60 سنة. حتى أنا من الذين درسوا في تركستان، وكنا ندرس في بيوت سرية تحت الأرض أحيانا، وحتى أحيانا أخرى ندرس في غرفة وجارنا في الغرفة الأخرى لا يدري أننا ندرس. إلى هذا الحد كنا ندرس بسرية لسبب الاضطهاد والتضييق. لكن بعد الانفتاح استمر يمكن 5 أو 6 سنوات، لكن هناك حدث بعض الأحداث خاصة في أحداث 11 سبتمبر، وبعدها استغلت الصين مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، فبدأت التضييق على مسلمي تركستان الشرقية. فهناك كان تطبيق قوانين تحديد النسل، منع التعليم. منع التعليم الإسلامي كان ممنوع تماما من بداية الاحتلال إلى الآن. كنا دائما ندرس حتى المسلمون يمارسون الدين الإسلام حتى الشعائر بالسر، والمسلمون حافظوا على دينهم بهذا الأسلوب. حتى أحيانا كنا ندرس، لا نستطيع أن ندرس في البيوت، بعض الإخوة كانوا يستأجرون باصات ويركبون الطلبة ويتجولون في الشوارع ويأخذون الدروس. إلى هذا الحد كان يعني بالسرية، ومشاكل كانت موجودة. ثم بدأت يعني بعض الحجاج يذهبوا إلى الحج والعمرة، لكن هذه الأمور أصبحت ممنوعة من تقريبا من 2006 إلى الآن. الحج والعمرة أصبحت قانونا مجرم، أي واحد يذهب إلى الحج والعمرة يعتقل. فهذه كلها يعني منع المسلمين الحج، ومنع المسلمين الصلاة في الأماكن العامة، منع الحجاب الصيام وحظر الدين ومنع الصيام، هذه الأمور كلها كانت مستمرة. لكن في الآونة الأخيرة بدأت التضييق أكثر وأكثر. فالآن كنا في السابق نتكلم عن التضييق عن الدين، عن منع التعليم، عن منع الحجاب، عن منع اللحى، والآن أصبحت الأمور خارج النطاق. وكنا دحين نتكلم عن الإبادة
أو شبه إبادة كاملة لشعب كامل. فالوضع مؤخرا أصبح بعد 2017 كان هناك فعلا تقارير موثقة من الأمم المتحدة بأن هناك معسكرات صينية لاحتجاز المسلمين. الآن يعني حسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية في العالم حوالي 2 مليون من المسلمين معتقلون في معسكرات الصين تسميها معسكرات إعادة تأهيل، لكن هي معسكرات أشبه بالنازية. فبدأت التضييق من 2017، اعتقال العلماء، حرق الكتب، حتى حرق الكتب الدينية أو أدبية سياسية، كل ما يتعلق بالثقافة أو التراث الأويغوري الإسلامي كان يجمعه من البيوت. حتى أكرمكم الله، يعني أي شيء يتعلق بالدين، مصاحف، سجادات صلاة، كلها سحبت من البيوت وتم إحراقها أمام الملأ. هذه كلها ممنوعات: حظر نشر وحيازة مواد دينية المقروءة والمسموعة والمرئية، تشديد منع مشاركة الأطفال في الأنشطة الدينية، هذه كلها أمور ممنوعة. الآن بدأت الصين هدم المساجد، كان هناك في حدود 28,000 مسجد في تركستان، في عموم تركستان. يعني قبل عدة أشهر أحد المسؤولين في داخل تركستان صرح لإذاعة آسيا الحرة في أمريكا عبر مراسل الإذاعة أن إذا كانت في قرية 5 مساجد 4 أو 3 منها هدمت بالكامل، أبقيت مسجد أو مسجدين. إلى هذا الحد، لو نقارن بهذا النسبة، ربما يعني 60-70% من المساجد قد هدمت. وجاءتنا أخبار مؤكدة قبل 2 أو 3 أيام، كان هناك مسجد في مدينة كيريا في جنوب تركستان، مسجد كيريا أو جامع كيريا يعتبر، تاريخ المسجد حوالي 650 أو 700 سنة. هذا المسجد قد هدم. يعني الصين كانت تبقي المساجد يعني معروفة مثل جامع كاشغر وغيرها، حتى يعني يزور الوفود والزوار السياح يعني إلهاء الناس من هذه الجرائم. لكن الآن بدأت حتى هذه المساجد المعروفة والجوامع بالهدم. حتى الصين حضرت الأسماء الإسلامية، خاصة عبد العزيز، عمر، وعرفات، وشيء زي كذا، يعني أسماء إسلامية في حدود 22 اسم حضر بالكامل. فهذه الأمور كلها موجودة. الآن نأتي لمعسكرات، هذه أحد الصور اللي مسربة من داخل المعسكرات. يعني مثل هؤلاء يعني هم ناس عاديون، لا عندهم جرائم ولا أي أمور سوابق، مجرد أنهم مسلمون يصلون أو يعرفون قراءة القرآن هم أخذوا في هذه المعسكرات. فبهذا الأسلوب الآن يعني نحن عندنا نقدر عدد المعتقلين في المعسكرات أكثر من 5 ملايين. يعني عدد المسلمين في تركستان 35 مليون، منهم أقل شيء 6 ملايين الآن في المعتقلات، يسمى معسكرات إعادة تأهيل. لكن هذه المعسكرات الآن حتى المثقفون مثل رؤساء الجامعات، المدرسون، حتى الفنانون، ملحنون، كلهم أصبحوا في المعسكرات. هؤلاء هذه الحريم وهذا من الناجين في من معسكرات. هذا واحد اسمه عمر بك علي، هو أحد الناجين من معسكرات، كان هو يحمل جنسية قزاقستانية وهو من أصل تركستاني، أنه في تركستان في قزاق والقرغيز يعتبروا أقلية،
وهو أخذ جلس في المعسكر في حدود 7 أشهر 8 أشهر بدون أي سؤال. ثم الحكومة القزاقية تدخلت وأخرجته، لكن هو بدأ يشرح المعاناة هناك في داخل المعسكرات، أن الصين هؤلاء الملايين في المعسكرات لغسل أدمغتهم، يعني لنقد الذات، أنه كان مسلم يصلي ويقرأ القرآن وكان مخطئ. بهذا الأسلوب الصين تحاول النقد الذاتي لهؤلاء، ويجبرونهم لأكل مشتقات الخنزير، لحم الخنزير وشرب الكحول، ويمنعونهم من النوم، ويجبرونهم لسماع الأغاني الماجنة الصينية، وحتى الرقص يومي شبه يومي بهذا الأسلوب. حتى الصين الآن يعني جريمة هؤلاء المعتقلين الملايين، كان الصين الآن صنفت حوالي 26 دولة من الدول، دول العالم، دول خطيرة في نظر الصين. أي واحد كان يزور هذه الدول حتى قبل 10 سنوات أو 20 سنة، مجرد زيارة هو أصبح مجرم ومعتقل في المعسكرات، منها مصر والسعودية وتركيا وبعض الدول الإسلامية. وكل من ذهب إلى الحج الآن معتقل، يعني من بداية التسعينات كان هناك فسحة بسيطة، الناس كانوا يأتون، يعني كان من 40 سنة المسلمو تركستان كانوا في تحت ستار الحديدي، لا يسافرون إلى الخارج. لكن أول ما بدأ الخروج من تركستان في حدود 1984، أول دفعة بدأوا يحجوا، من هذه الأيام كان أمنيات كل المسلمين في تركستان هو الذهاب إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج. والآن كل من ذهب إلى الحج في المعتقلات، المشكلة كل من دخل في المعتقل لا يخرج، هذه مصيبة. الآن حتى كبار المسؤولين في تركستان من التركستانيين بحكم تركستان الشرقية أصبحت منطقة تحت الحكم الذاتي، باسم حكم الذاتي، لكن هو حكم ذاتي صوري لا يمثل المسلمين تركستان، بل المسؤولون كلهم كانوا يمثلون الحكم الشيوعي الصيني. مع ذلك حكام المسلمون التركستانيين الأويغور أصبحوا كلهم في المعسكرات، منهم حاكم تركستان السابق نور بكري، وكان مسؤول كبير في بكين. هنا هذه الأشياء التي تسبب احتجازك بدون محاكمة وحبسك في معسكر تعليمي لأجل غير مسمى في تركستان الشرقية، هذا منشور في 2018، منها حوالي 70 نوع من العمل يؤدي إلى احتجاز، منها امتناع عن الكحول، امتناع عن دخان السجائر. وحتى كان أحد الإخوة معروفين أنا أعرفه نصح لزميله كان يشرب الدخان، أنت لا تشرب الدخان وهذا يضر صحتك وهذا ممنوع في الإسلام، مجرد نصيحة أدى إلى سجنه وحكم عليه في حوالي 5 سنوات سجن. يعني هذه الأمور الآن مستمرة، يعني لا نستطيع أن نحصي أشياء هذه. المحتجزون الآن في المحتجز، لكن أبناؤهم الأطفال تم سحبهم من البيوت وإرسالهم إلى دور الأيتام أو مدارس أطفال أو رياض أطفال صينية، يعني لتعليمهم التعاليم الشيوعية، و يعني هم أصبحوا صينيون بمعنى الكلمة، غير مسلمين، حتى غيروا أسماءهم بأسماء صينية. وهؤلاء بهذا الأسلوب يتم تربيتهم حتى لا يعرفوا آباءهم،
ربما في المستقبل، لأنه من 2017 إلى الآن تم قطع التواصل بين تركستان والعالم الخارجي لأهل تركستان. ربما بعض التجار وزيارات موجودة لداخل الصين، لكن لتركستان لأهل تركستان ممنوع أما الزيارة أو القدوم من تركستان، حتى التواصل بالاتصالات سواء هاتفية أو الإنترنت أو مواقع التواصل ممنوع نهائيا. أي واحد يتصل من الخارج، حتى واحد لم يستلم المكالمة وإنما جاءت مكالمة في هاتفه، يعتقل على طول خلال ربع ساعة أو نصف ساعة. فهذا يعتبر تقريبا إبادة، شبه إبادة كاملة لشعب له تاريخ آلاف السنين. وهؤلاء العلماء والمثقفون الذين زجوا في المعسكرات، كان هؤلاء العلماء الشيخ عبد الأحد مخزوم والشيخ محمد صالح. والشيخ محمد صالح كان هو مترجم القرآن الكريم باللغة الأويغورية، والترجمة منشورة من بتصريح رسمي من الصين، لكن هذا الشيخ اعتقل، عمره 82 عام، وتوفي في المعتقل تقريبا في بداية 2018. وهذه العلماء كلهم وفي مثقفون، وهذا رئيس جامعة شينجيانغ الطبية، هؤلاء كلهم في المعتقلات. وهذه الصور منشورة من المعتقلات. هذه الامرأة عجوز كانت هي محجبة طول عمرها، محجبة الآن عمرها فوق 70، أزيل حجابها، الآن ممنوع من الحجاب، أصبحت بهذا الشكل. ابنه يبكي من الحرقة في بهذه الصورة. هذه داخل زنزانات معسكرات، هناك تلفزيون ينشر فيه تعاليم الحزب الشيوعية وضد الإسلام وما إلى ذلك. هذه الأمور يعني كلها، هؤلاء برضو مسجونين معتقلين في المعسكرات، وكل أيديهم بالكلبشات، وفي أيديهم صحون للأكل، وكل ما يعطى أكل قبل ما يستلموا الأكل هم يشكروا للحزب الشيوعي والرئيس الصيني وإلى ما إلى ذلك. فهؤلاء كلهم في المعتقلات. هذا شيخ كان معتقل بهذا الشكل وخرج من الاعتقال بهذا الشكل 2007-2018، تغير خلال السنة شكله، تغير وأصبح بهذا الأسلوب. أظن لا أطيل عليكم، هذه إحراق الكتب الدينية. كان يعني في تركستان منذ البداية، منذ الاحتلال، دائما هناك حملة لمصادرة الكتب الإسلامية، وحملة لمنع التدين وإلى ذلك. يعني هذه إحدى المدارس السرية تم مداهمته، وهذه المصاحف في الأرض جمعوا المصاحف، وأهل البيت كان يعني في حرج شديد ويؤخذون إلى المعسكرات. وهذه حتى المظهر الإسلامي، أي شيء تعليقات فيها الله محمد أو كلمة آية الكرسي، مثل هذه الأشياء كلها سحبت من البيوت وأحرقت. وهذه صور العلماء، هؤلاء كلهم أئمة المساجد المعينين من قبل السلطات الصينية، أجبروا للرقص أمام الملأ. حتى محراب المساجد كلها إجباري، يعلق صورة الحزب الشيوعي، علم الحزب الشيوعي. وهذه كانت في البداية، كنا قبل سنوات نتكلم عن التضييق، عن المنع، عن وما إلى ذلك. الآن أصبحنا نتكلم عن الإبادة كاملة. حتى هذه بطاقة دخول مسجد، يعني أي واحد يسكن في حارة وفي مسجد، إذا هو طلب الدخول في المسجد يقدم أوراقه، يعطى له
بطاقة دخول مسجد، وإذا لم يكن لا يحمل بطاقة مسجد ما يدخل مسجد. وكل المساجد كان عليها هذه الشروط، يعني 5 فئات من الناس لا يدخلون المساجد، منهم أعضاء الحزب الشيوعي، الموظفون، الطلاب والمدرسون، والنساء، ومن هو تحت سن 18. هذه الشروط دخول المساجد. وحتى أيام رمضان يجبرون الناس لشرب الكحول أو البيرة، يعملوا مسابقة. فهذه يعني مساجد مهدومة. يعني قبل 10 سنوات كنا نرى حتى مناطق الجنوب مثل خوتان وكاشغر، كان مناطق متدينة تعتبر، وفيها حجاب وعبايات ولحى، وكل الناس يعيشون يعني في بيئة إسلامية. الآن أصبحوا بهذا الشكل، حتى في الشوارع أي امرأة تلبس طويل وهي غير محجبة، أصلا ممنوع الحجاب، لكن مجرد تنورة طويلة يقص إلى هذا الحد. كما ذكرنا هذه الأسماء محظورة، مثل مسلمة، مخلصة، عائشة، فاطمة، خديجة. وهذا يعني الآن يعني الصين كانت الاضطهاد والقمع مستمر، لكن الآن وصلت لحد أن الصين أرادت أن تقضي على شعب مسلم بكل شكل من الأشكال، من الصغر إلى الكبر بهذا الأسلوب. هذه ملابس حتى الأطفال، ملابس كونفوشية، هي ديانة دينية المنتشرة في الصين، حتى الصين كانت تحضرها، لكن الآن أصبحوا أبناء المسلمين يجبرون للتعلم في بيئة كونفوشية بوذية. هكذا حتى يعني بيوت المسلمين لم تسلم من التصين، علم حزب الشيوعي، تعليق كتابات صينية، أي شيء مظهر يتعلق بالنجمة والهلال بهذا الأسلوب ممنوع. أي واحد يلبس ملابس فيها يعني مظهر إسلامي، مظهر ديني، ممنوع نهائيا. يعني هذه برضو لافتات في كل مناطق تركستان هي معلقة، الحجاب واللحى كلها ممنوعة بهذا الأسلوب. والصين بدأت من 3-4 سنين حملة أو نظام قرابة توأمية، باسم قرابة توأمية، لدمج المسلمين بال الكفار الشيوعيين، وأرسلوا في حدود 1,200,000 كادر صيني شيوعي في بيوت المسلمين، يعيشون معهم، ينامون معهم، يأكلون معهم، وهذا الموظف صيني يحضر معه أكل، لا يستطيع أن صاحب البيت أن يسأل هذا حرام الحلال. يعني الآن في تركستان منع باتا هو كلمة حلال، يعني صارت حملة ضد الحلال، أكل الحلال، يعني أي مسلم لا يستطيع أن يفرق بين الحلال والحرام في المأكولات. وهذه المآسي يعيشونها إخوانكم في تركستان الشرقية. فأظن ربما تكفي لهذا الحد. إذا هناك استفسارات، هذه صور يعني يدخلون البيوت، يعتقلون الشباب بهذا الأسلوب الوحشي، هذه كلها تكون يعني بسرية تامة من أعين العالم. هذه كان هناك لجوء في 2013-2014، كان آلاف الأويغور الشباب هربوا من تركستان عبر مناطق جنوب شرق آسيا مثل فيتنام، كمبوديا، تايلاند،
ووصل في حدود آلاف الأشخاص عبر ماليزيا إلى تركيا، منهم 2014 اعتقل في حدود 600 شخص من الأويغور في تايلاند، وكانوا في المعتقل جلسوا أكثر من سنة، ومنهم حوالي 109 شخص تم تسليمهم إلى الصين. الصين أخذتهم بهذا الأسلوب، أخذوهم بالطائرات إلى تركستان. الآن هم كلهم ربما أعدموا أو مصيرهم مجهول. فهذه كلها من الجرائم الموجودة أو ترتكب بحق المسلمين هناك. كل يوم صباح حتى غير الذين لم يعتقلوا موجودون في بيوتهم، لابد أن يحضروا في مراكز حكومية كل أسبوع يومين أو ثلاثة أيام لرفع العلم وللتعهد بولاء للحزب الشيوعي بهذا الأسلوب. هذه صورة، يعني الآن الصين بدأت تأخذ الحمض النووي أو DNA لكل مسلم لشخص في تركستان، حتى يكون هناك ربما تغيير نمط حياتهم، أو هناك يعني أشياء إنسان ما يتصور العقل في هذه، حتى هذه مناطق مسلمين كل واحد التنقل من حارة إلى حارة أو من حي إلى حي يحتاج عبور من نقاط التفتيش. أظن هذه آثار التفجيرات النووية في تركستان. يعني خلال 40 سنة الماضية الصين جربت حوالي 50 مرة قنابل ذرية في منطقة لوبنور في تركستان، فكانت هذه النتائج. وجزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله. هل في جمعيات معتمدة إسلامية هناك يعني تأخذون دعم من دول العالم الإسلامي ولا ما في، أو هل من الاستطاعة أن الناس مثلا يدعموكم؟ في داخل تركستان مستحيل، لكن هناك لاجئون أو مهاجرون من تركستان في بعض الدول خاصة في تركيا. الآن في هناك جمعيات، والآن بيننا إخوة، أحد الإخوة رئيس اتحاد منظمات تركستانية، فيها حوالي 22 منظمة فيها اتحاد، وهناك جمعيات تقوم بأمور المهاجرون التركستانيون في تركيا خاصة. يعني الصين بدأت تضيق على المسلمين الأويغور في جميع أنحاء العالم، أي من خلال حوالي 10 سنوات الماضية أي واحد يحمل جنسية صينية جوازه منتهي لا يجدد. فتركيا جزاها الله خير فتحت أبوابها للمسلمين الأويغور، أي واحد يأتي من الخارج يستطيع أن يأتي إلى تركيا ويقيم فيها، حتى إذا جوازه منتهي يستطيع أن يأخذ إقامة نظامية ويجدد. ففي تركيا حسب ما نعرف حوالي 20-30 ألف من المهاجرين الجدد موجودين، وهناك جمعيات منها جمعية علماء تركستان أنا أمثلهم، نقوم بأمور خاصة تعليمية وإغاثية. كان لدينا طلاب في مصر يعني من عشرات السنين كان التعليم ممنوع في تركستان، الأويغور لجأوا لإرسال أبنائهم بكل الوسائل إلى مصر لتعليمهم في جامعة الأزهر. كان في حدود 4000 طالب مجتمع حوالي 2017، لكن الصين بدأت تضيق عليهم، طلبت من الحكومة المصرية لتسليمهم إلى الصين، فبدأت الاعتقالات من منتصف 2017.
فاعتقلوا في حدود 300-400 طالب من الموجودين، وبدأ الطلاب يهربوا من مصر بأي وسيلة من أي منافذ، فأغلبهم وصلوا إلى تركيا. الذين ذهبوا إلى تركستان كلهم معتقلون، والآن في تركيا حوالي 1000 طالب منتشرة في الجامعات. نحاول بقدر الإمكان يعني نوفر لهم منح دراسية لاستمرار في الدراسة، خاصة الآن الشعب التركستاني يحتاجون لتعريف القضية والعمل سواء علميا سياسيا واجتماعيا في خارج تركستان لتخفيف معاناة المسلمين في تركستان، ويحتاج كوادر علماء متخصصين. فالآن جمعيات تقوم بهذه الأمور، وأحد الأسباب التي جئنا إلى الكويت يمكن بهذا القصد إن شاء الله. عليكم السلام. ذكرت موضوع تركيا أنها متساهلة في موضوع المقامات، أي هل هناك دول أخرى تقوم بهذا العمل على غرار تركيا؟ كان سابقا المملكة العربية السعودية فيها تركستانيون كثر يسمون البخاريون التركستانيون منذ الملك عبد العزيز رحمه الله، وما زالوا مستمرين، لكن بعضهم يواجهون بعض المشاكل. أغلب تواجد التركستانيين في الخارج في المملكة العربية السعودية، وحتى في دول آسيا الوسطى مثل قزاقستان. في قزاقستان كان هناك هجرة قبل تقريبا 50 عام، هجرة جماعية، ربما في حدود 1 مليون من المسلمين الأويغور موجودين في قزاقستان وفي دول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وغيرها. لكن الآن الصين بدأت تضيق الخناق من كل دول العالم، فأغلبهم اجتمعوا في تركيا. إلى الآن الملجأ الوحيد أصبح للمسلمين الأويغور هي تركيا. بالنسبة حق الصين، حسب اللي نسمع عن الصين أنها دولة يعني ما ترد على أي منظمات حقوقية، ولا ترد على الأمم المتحدة، ولا ترد على أي يعني منظمات حقوقية، تاخذ الحقوق كل الاحوال سواء حق الشعب الصيني او حق الجمهوريات. واللي نعرفه ان الصين دوله تريد ان تسير النظام لديها، النظام الشيوعي من زمن ماو تسي تونغ لهذا. هل هناك يعني على الكلام اللي ذكرته يعني اغلب كان الطرق كلها مسدوده، طرق كلها مسدودة، ولكن الإجراءات اللي تقومون بها حاليا اللي هي يعني إظهار هذه الأمور أمام العالم عن طريق السفر وعن طريق اللقاءات مثل ما جيتوا في هذا، ولكن هل في هناك خطة؟ يعني طبعا هذا شيء نريد أن نريد أن نفرح، نريد أن نشعر بالأمل أن هذه الأمور سوف تنتهي. هل هناك خطة يعني موجودين داخل تركستان أو موجودين برا، هل هناك خطة يعني مراحل؟ هذه المرحلة الأولى اللي هو أنك تعلنون هذه الأمور تظهرونها للعالم، ثم بعد ذلك مرحلة ثانية وثالثة، إلى أن لأن الصين في هذه الظروف الحالية ما راح يعني لا ترجع للمنظمات الحقوقية ولا ترجع للمتحدة، وأنت تعلم أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ليس عليها إلا المراسلات فقط، لكن لا تقوم بشيء ضد الصين، خصوصا أن الصين دولة يعني قوية حاليا. فهل هناك خطط حتى نشعر يعني أن هناك إن شاء الله، وأنت تعلم أن الدول الإسلامية من الضعف، من الضعف الدول الإسلامية حاليا، بحيث أنها ما تستطيع أن تعمل شيء في الصين. فيا ريت يعني كما قال تطلب صدورنا في شيء نشعر فيه بالأمل إن شاء الله، وأن يعني نصر المسلمين.
جزاك الله خير. فعلا الصين دولة فعلا مجرمة، ليس للمسلمين فقط، حتى لشعبهم. يعني الأيدي العاملة بهذا الأسلوب، يعني بضاعة رخيصة في العالم كلها من الجبروت الصيني لشعبه. يعني حتى العمال الصينيون أنفسهم ما عندهم أي حرية من الإنسانية شيء، مجرد أكرمكم الله بهائم يأكلوا ويشربوا ويعملوا. بالنسبة للصين هي لا تهتم ب يعني تنديدات، أو حتى أمم المتحدة طلبت عدة مرات لزيارة المناطق المعسكرات، الصين رفضت. لكن في نفس الوقت هي عندها مصالح مع دول إسلامية، مع الشعوب المسلمة. فالآن الضغوط على الصين بدأت حتى من الولايات المتحدة. قبل 3 أيام كان هناك تصريح من نائب رئيس الأمريكي مايك بينس بخصوص مسلمي تركستان لتخفيف الضغط عليهم وإغلاق المعسكرات. والصين لا تهتم في ذلك كثيرا، ولكن هناك ضغوط الآن. وسائل إعلام أصبحت تكتب وتكشف الأساليب الصينية. فعندنا الآن أول وسيلة هي تعريف العالم بهذه الجرائم، وثانيا يعني تعريف الشعوب المسلمة على الأقل يقوموا بواجبهم. يعني ممكن هناك مقاطعة لبضائع صينية من الشعوب المسلمة حتى يكون هناك ضغط على الصين لتخفيف الضغوط على المسلمين. فالآن كان أمل وحيد تركيا، لكن حتى في تركيا دولة عندها مشاكل وأصبحت وحيدة. فنحن قلنا نتوسع للعالم الإسلامي، بدأنا من ماليزيا وإندونيسيا وبعض الدول العربية، جينا الكويت لتعريف قضية تركستان، وعلى الأقل يكون هناك تضامن مع المسلمين، ويكون هناك يعني نوع من الضغط على الصين. ربما الأستاذ عنده بعض. إضافة إلى ما قال الأستاذ يعني في موضوع أن هناك خوفة، يعني لازم نعترف كل الدول الإسلامية ليس عندها خوفة. يعني لسنا نحن كشعب مقتل، يعني ليس عندنا خوفة، والدول الإسلامية في أغلبها ليس عندها خوفة. يعني مع الأسف الشديد كلها إما في رقب هذا أو ذاك. ولكن يعني نحن مسلمين آمنا بالله عز وجل. إذا كانت الشيوعية منذ الخمسينات القرن الماضي كانت بنفس الأسلوب، كانت في الستينات والسبعينات كان هناك قتل للعلماء والسجن للعلماء والمفكرين والتجار. حوالي لغاية الثمانينات كان هناك يعني إغلاق لكل شيء، وكل المتدينين والمظاهر الإسلامية كلها كانت ممنوعة. ورغم ذلك هذا الشعب الأصيل عندما انفتحت عليه باب صغير جدا للحرية عادت إلى أصلها، عادت إلى دينها. ولذلك هم في الثمانينات والتسعينات استعملوا الأسلوب الناعم لإذابة هذا الشعب، ولكن هذا الشعب لم يذوب في المجتمع الصيني ولم يصبح صيني. ولذلك هم بدأوا من 2017 هذا الهجوم الفاشي. لماذا؟ كل الناس يسأل لماذا أن كانت هناك حرية في السابق، لماذا انقلبت الوضع هكذا؟ طبعا الصين رغم أنها في قانونها أنها دولة متعددة القوميات، هكذا مكتوب في القانون، وأنها دولة تعطي للناس الحرية في الاعتقاد، ولكن في حقيقة الأمر هي تعتبر هذه الدولة دولة القومية الصينية أو الهوي. ولذلك دائما
يحاول في إثابة الشعوب والقوميات المختلفة في المنطقة الصينية. ومثالا على ذلك أو تدليلا على ذلك، في جنرال صيني انتشر له مقطع فيديو عسكري يتحدث في هذا الفيديو: نحن دولة الصين، ما هي القوة الكامنة في الصين أو لنا؟ يعني القوة الكامنة للصين ليست في الاقتصاد، وليست في القوة العسكرية، وليست في التعليم، ولكن قوة الصين الحقيقية أنها دولة تمتلك من الأراضي ما يقارب 10 مليون كيلومتر مربع. هذه القوة الأولى. والثانية، من مميزات القوة في الثقافة الصينية، نحن نستطيع أن نذيب القوميات المختلفة حولنا ونجعلهم صينيين. ونحن في خلال قرنين من الزمان استطعنا أن نذيب الكثير من القوميات حولنا وجعلناهم صينيين. حتى في الثمانينات في الخمسينات كانوا يقولون في الصين 56 قومية. الآن عدد القوميات الباقية يقل عن 15 قومية، يعني أكثر من 40 قومية انتهت في خلال 70 سنة ولم يعد هناك قومية. ونحن تركستانيين بسبب تمسكنا بديننا وأعرافنا وتقاليدنا لم نضب في المجتمع الصيني، سواء من ناحية الثقافية والدينية وغيرها. وكثير من المسلمين يسألون: أنا زرت الصين مثل مدينة كذا، نينشا أو غيرها، ورأيت مسلمين صينيين يتمتعون بالحرية ويصلون في المساجد، وأنا ذهبت إلى هذه المساجد، وأنتم يعني لماذا تتحدثون عن الصين كأنها لا تحترم عقيدة المسلمين أو المسلمين عموما؟ في مسلمون صينيون في الداخل الصيني، هم صينيون لغة وثقافة وأعراف وتقاليد، ويحتفلون مع الصينيين في كل الأعياد القومية. أما نحن تركستانيين لسنا صينيين ثقافة ولغة وأعرافا وتقاليد، ولا نحتفل مع الصينيين في أعيادهم القومية سواء الدينية أو غيرها. ولذلك هم نظروا إلينا أن هؤلاء الناس رغم أننا استعملنا معهم في السابق في الستينات والسبعينات أساليب العنيفة لتذويبهم وتخويفهم ولم يذب، وبعد الثمانينات القرن الماضي استعملنا معهم الأساليب الناعمة ولم يذب، وهذا أسلوبهم الأخير. حتى يقال أن الرئيس الصيني زار 2014 منطقة تركستان بعدما استلم الحكم، وذهب إلى كاشغر وخوتن، وقال مستغربا: ماذا فعلنا نحن الحزب الشيوعي في هذه المنطقة منذ 70 عاما؟ كأني أرى نفسي في إحدى دول الشرق الأوسط. لماذا؟ من المظاهر، من مظاهر الناس في الملبس، مثلا الحجاب منتشرة ومنتحون، واستغرب من هذا الوضع. ولذلك وسرع الخطى فقط، كان عنده تخطيط طبعا لإذابة هذا الشعب، ولكن بعدما رأى من حياة الناس وتمسكهم بأعرافهم ودينهم وتقاليدهم سرع الخطة، سرع الخطة. ونحن نقول يعني طبعا حتى وإن كان عندنا خطة، الصين دولة قومية وخطته أقوى من خطتنا من الناحية النظرية والواقعية طبعا، ولكن نحن إذا قرأنا التاريخ الإسلامي حتى، ممكن ما حصل في بغداد عندما استغل أو احتل من قبل التتار في مدينة مروة، في التاريخ التتار قتلوا كل الشعب، يعني قتلوا كل الشعب. إذا كان هذا الدين ينتهي بغزوات أعدائها، كان انتهى منذ قرون من الزمن.
منذ قرون من الزمن، ولكن الله سبحانه هو الذي تكفل بحفظ هذا الدين. ونحن نعتقد ونؤمن أن الله عز وجل سيتكفل أيضا لحفظ هذا الدين في تركستان الشرقية، لأن حفظ الدين يتحقق بحفظ المسلمين. إذا لم يبقى مسلم كيف يبقى الدين؟ هم يستعملون هذه الأساليب العنيفة هذه الأيام، ولكن للكون رب يدبر كل شيء. ولذلك نحن دورنا أن نقدم ما نستطيع. الآن نستطيع أن نقدم التعريف لقضيتنا وشرحها للمسلمين حتى لا ينخدعوا بما يفعله الصين. وطبعا كل الدول الإسلامية أغلبها الآن ممتلئة بالبضائع الصينية، كما يقول المصريون الأرض تتحدث بالصيني. لماذا؟ بكثرة البضائع الصينية. الصين ثانيا تهتم لسمعتها جدا في الدول الإسلامية والعربية، رغم أنها لا تراعي كثيرا لما يصدر في وسائل الإعلام في الغرب في أمريكا أو دول أوروبا، ولكن تهتم كثيرا لما ينشر ولما يحدث من التقارير حول المسلمين في العالم الإسلامي. ولذلك نريد من شعوب المسلمة ومنكم أهل الخير يا أهل الكويت أن تهتموا لهذه القضية وتهتموا لنشر هذه القضية فيما بينكم، وينتشر كثيرا بين المسلمين. على الأقل تذكرون هؤلاء الناس بدعائكم، هؤلاء المضطهدين بدعائكم. وثانيا يكون لكم دور، يعني سواء دور تعليمي، المساهمة في تعليم الشباب والمسلمين في تركيا مثلا أبناء المهاجرين، ويكون لكم دور أيضا لتعريف هذه القضية في منطقة الخليج عموما، في منطقة الخليج عموما. ولذلك نحن يعني طبعا خطتنا الآن التعريف بالقضية في العالم الإسلامي ونشرها وإبقاء هذه القضية حية في قلوب المسلمين، هذا أهم شيء. ألا ننهزم أيضا بمعركة الوعي كما يقولون. يعني الآن هناك هجوم مستمر للصين، قنوات عربية وإذاعة باللغة العربية، وهناك صحفيين عرب مشترى من قبل الصين يكتبون في الجرائد العربية والقنوات العربية تتحدثون، ونعرف هذا. ويكون هناك طبعا أصحاب الضمائر أيضا يكتبون ويهتمون لهذه القضية. نحن نريد أن نعيش كإنسان يحترم دينه وعقيدته. الصين تفعل كل هذه الجرائم باسم مكافحة الإرهاب والتطرف. هل هناك علاقة بما رأيتم من الصور أن تلبس امرأة مثلا يعني ملابس طويلة إلى حد ما؟ هل هناك علاقة بين هذا اللباس والإرهاب مثلا؟ بل هناك علاقة غريب ما يفعله الصين، وكثير من المسلمين ينخدعون بما ينشر في وسائل الإعلام الصينية وبما يكتب من الصحفيين العرب باللسان الصيني، رغم أنه مكتوب عربي، ولكن هناك من يتحدث ومن يكتب كأنه موظف في الدولة الصينية. ولكم يعني جزيل الشكر، بارك الله فيكم.